إلى ذلك عبر غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالية عن تضامنهم ودعمهم لمطالب الشعب الإيراني التي يعبر عنها في المظاهرات الشعبية الأخيرة، وأكدوا في بيان لهم أن الشعب الإيراني انتفض لتغيير النظام وتحقيق الحرية في إيران وإحلال السلام والأمن في الشرق الأوسط. ودعا البيان الحكومات الأوروبية والمجتمع الدولي إلى تغيير سياستهم تجاه إيران، وأن تكون العلاقة مع النظام الإيراني مشروطة بوقف التعذيب والإعدام ووضع حد لتصدير الإرهاب. كما أيد بيان لمجلس الشيوخ الإيطالي في المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية والذي سيعقد نهاية الشهر الجاري في باريس تأييدا ودعما لمطالب انتفاضة الشعب الإيراني.